اهلا بيكم في فيديو جديد ولستة جديدة مهمة، لان الفيديو ده هنتكلم فيه عن ليلة الفرح. لو انت فرحك النهاردة، لو انت راجل عريس، الف مبروك عليك يا سيدي، وربنا يتمم لك بخير ويسعدك في حياتك. بس دلوقتي انت محتار، حجزت الفرح وحجزت القاعة وحجزت كل حاجة، ويبقى السؤال انت لابس ومتشيك ولابس بدلة، تحط برفان ايه عشان الليلة الكبيرة دي؟ في برفانات كتير ممكن تختارها، ولكن انا في الفيديو ده انا ممكن اعمله اجزاء، بس في الجزء ده حاولت اختار لك الخمسة اللي في الوقت الحالي هم انسب اختيارات. طبعا انسب اختيارات دي مش لازم يكونوا ارخصهم، ولكن البرفانات دي بصراحة برفانات مناسبة جدا ان هي تكون تستخدم في ليلة الفرح. لو انت عريس جديد، لو انت عندك يعني ليلتك الكبيرة قربت ومحتار تجيب برفان ايه، ممكن تشتريهم، ممكن تستلفهم، ممكن اي حاجة، ممكن تجيب سامبل، بس البرفانات دي فعلا تستاهل ان هي تكون تستخدم في اوقات الفرح. الاول قبل ما نبتدي في الليستة، يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحدة سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو. ودلوقتي برضو الخنفاري بقى على انستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعمل لي فولو لو عايز. وبرضو الخنفاري بقى ليه ويب سايت، ممكن تشوف الحاجات اللي عليه وتطلب حاجات. لو انت عايش في الولايات المتحده ممكن تطلب برفانات، واي حاجه تانية لو انت عايش في السعوديه وفي الامارات في الوقت الحالي التوصيل ليهم موجود، ممكن يعني ايه تلعب وتشوف ايه الحاجات دي. وبرضو اللينكات لكل البرفانات دي موجوده تحت، ممكن تتفرج عليها وتجيبها بمعرفتك من امازون او من اي موقع تاني، انت حر، كله موجود تحت في الديسكريبشن. ونبتدي الفيديو للليسته بتاعت برفانات يوم الفرح الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره. رقم خمسة معانا مرسيدس بنز بريفي او برايفت او بريفات، انا ما اعرفش بصراحه لان هي بالالماني وانا لا افقه في الالمانيه، بس البرفانات بتاعت مرسيدس بنز بصراحه تستاهل هايب اكتر من اللي موجود. يعني مش عارف ليه الناس دايما عامله لها اندر ريتنج او يعني متجاهله برفانات مرسيدس، مع انهم بصراحه بيقدموا برفانات جميله جدا وممتازه، جودتها عاليه سعرها منافس جامد. فالبرفانات اللي مرسيدس بتقدمها من احسنهم في وجهه نظري البريفي. البرفان ده من البرفانات الراقيه جدا الجميله. ثانيه واحده ما نقفل العربيه لان انا كنت بلعب بيها، معلش الطفل الصغير اللي جوايا لسه ايه عمال بيدعبس. المهم، فالبرفانات بتاعت مرسيدس برفانات كويسه جدا، انا انصحك بشده ان انت تجربها. وبريفي ده بالذات ده مناسب جدا ليوم الفرح بتاعك، هيدي لك احساس اليجنت قوي، هيدي لك احساس راقي قوي، لان البرفان ده مرسيدس بتحطه في اللاينز بتاعه الاوتومايزرز بتاعتهم بتاعه العربيه، او ان هم بيحطوه في التابلو. الناس اللي معاها مرسيدس عارفه ان في التابلو بتاع مرسيدس بتحط حته كده للبرفانات، بحيث ان انت لما تشغل التكييف بيجيب لك هواء معطر. فالبرفان ده من البرفانات اللي محطوطه عندهم في الكوليكشن. الناس دي بتستثمر وقت ومجهود في ريسيرش اند ديفلوبمنت الحاجات كتير جدا، والبرفانات بتاعتهم بصراحه ممتازه فوق الممتازه. سعره كويس، سعره تقريبا 45 دولار ولا حاجه ل 100 مللي ولا حاجه، فهتلاقي ان البرفان هيدي لك اداء كويس، ريحه مميزه، ريحه جميله جدا، وهتبقى راجل عريس قد الدنيا لو حطيت البرفان ده. والبرفان رقم 4 معانا في البرفانات المناسبه لليله الكبيره بتاعه يوم فرحك ان شاء الله، كريد افنتوس. كريد افنتوس مش من البرفانات الرخيصه اللي انا اقدر اقول كل الناس هتقدر تافورد او تقدر ان هي تجيب البرفان ده من الناحيه الماديه، لان البرفان ده سعره فوق ال 400 دولار لل 100 مللي، فهو مش برفان رخيص على الاطلاق. ولكن لو قدرت تتحصل على باتش قديم خصوصا قبل 2016، انصحك مليون في الميه ان انت تحطه في اعتبارك وتجيبه وتستثمر فيه، لان انت هتبقى بتستثمر في حاجه هتجيب لك فلوس في المستقبل. يعني البرفان ده دلوقتي لو انت معاك باتش قديم بيتباع بفوق الالافات، وشويه باقيين في الازازه، يا ريتها ازازه كامله. يعني لو انت معاك ازازه كامله متبرشمه ومقفوله من كريد افنتوس من الباتشات القديمه، فانت معاك كنز لا يقدر بمال، خليك محتفظ بيه لسنين قدام وهتشوف هيعمل لك ايه، ده ممكن يبقى استثمار العيله. فالبرفان كريد افنتوس بشكل عام، يعني لو عايز تكرم نفسك وتروح تحط حاجه ممتازه يوم فرحك، ممكن تدور على كريد افنتوس، سواء تشتريه او تجيب سامبل او تاخد شويه او تستلف شويه من البرفانات الجميله جدا اللي انت ممكن تستخدمها يوم فرحك. هتلاقي ان مدي لك يعني احساس بالفخامه جامد قوي، وهتبقى انت راضي عن نفسك، وهيبقى اكتر حاجه كرمت بيها نفسك في يوم فرحك ان انت حاطط برفان انت راضي عنه، وبرفان جميل وملفت وريحته جميله. عيب البرفان ده ان اداؤه مش اقوى حاجه، ففي الزحمه بتاعه الفرح مش هتبان، ولكن يعني في الرقصه السلو الاولانيه بتاعتك انت والعروسه، البرفان ده هيبقى مميز جدا، وهي هتقول لك ايه اللي انت حاطه ده، ويعني هتدي لك اطراءات، يعني هتعكسك يوم الفرح. فمن البرفانات الجميله جدا اللي بصراحه انا بنصحك بيها، ولكن زي ما قلت لك حاول تجيب الباتش القديم منه، افضل مليون مره من الباتشات الجديده. ونروح للبرفان رقم 3 معانا في الليسته دي، معانا حاجه من توم فورد، توم فورد توباكو فاني.
توباكو فاني ممكن اقولك تستخدمه لو انت يوم فرحك في وقت الشتاء، في فصل الشتاء، وانت محتاج حاجة تكون يعني ايه دوميننت شوية، او محتاج حاجة قوية شوية، فالبرفان ده هيبقى كويس جدا ليك، لان هو ريحته توباكو فانيلا. فتخيل ان البرفان تقيل شويتين ومسكر شويتين. التوباكو بشكل عام من الحاجات اللي الناس معظمها بتحبها لو كانوا مدخنين، ولو ما كانوش مدخنين في ناس بتحب الريحه دي او بتحب نوته التوباكو. فيعني توخى الحذر شويه مع البرفان ده لو انت هترشه يوم فرحك، ولكنه لو حطيته يوم فرحك ويعني انت عارف ان البيئه اللي حواليك او الناس اللي معزومين في الفرح حواليك بيحبوا ريحه التوباكو او بيتقبلوا ريحه التوباكو، او لو انت مدخن اوريدي والناس عارفه كده، فالبرفان ده برفان جميل جدا وهيبقى اضافه كويسه ليك. هتحس بالفخامه يوم الفرح، هيدي لك احساس ان انت لابس بدله سودا وبتاع، ويعني متشيك في نفسك وحاطط برفان جميل جدا. انا دايما بتساءل هو ليه العريس بيلبس بدله سودا والعروسه بدله بيضاء او بتاع فستان ابيض، هو ليه احنا اسود وهم ابيض ولا ايه؟ ما اعرفش، ما علينا. المهم يعني ايه، خواطر ما قبل منتصف الليل دي بتجيلي احيانا. بس توم فورد توباكو فاني من البرفانات الممتازه اللي ممكن تجربها يوم فرحك، ويعني هيدي لك اضافه كويسه وهتحس فعلا بالاناقه والشياكه لو انت حاطط البرفان ده. ونروح للبرفان رقم 2 معانا في هذه الليستة، معانا تيري دي ايرمز. البرفان ده اتكلمت عنه مؤخرا، ويعني هبتدي اذكره كتير لانه هو من الحاجات اللي انا كنت متغافلها لغاية ما طلعته تاني وابتديت ان انا ايه اخد ودي معاه شوية كده. البرفان ده من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن تستخدمها في الحاجات الاوفيشال او الفورمال بشكل عام. وبما ان يوم فرحك انت لابس بدلة، فانت محتاج حاجة راقية تنم عن ان انت راجل يعني ايه مهندم كده ومنمق، وما بتبقاش مزعجة او ما بتبقاش بحاول تلفت الانظار اللي حواليك. فده من الحاجات الكويسة اللي بتأدي لك المهمة دي باحلى صورة ممكنة. يعني البرفان ده ريحته فيها فيتيفر، الفيتيفر اللي هو العشب الفيتيفر، ومخلوط بشوية برتقال. فهو ممكن اقدر اقول لك ان هو لمعظم الاجواء هو فيرستايل جدا، ممكن تستخدمه في معظم الاجواء. ولكن فرحك لو في فصل معتدل، لو فصل من الفصول المعتدلة، او في قاعة مغلقة ان هو يبقى التكييفات شغالة وكده والدنيا مش حر قوي فرهدة قوي، يبقى تيري دي ايرمز ده برفان جميل جدا، هيستاهل كل مليم تدفعه فيه، وهيبقى اضافة كويسة ليك. ممكن حتى تستخدمه في اوقات كتير بعد الفرح كمان، هيدي لك احساس بالرقي فعلا. مشكلة البرفان ده ان هو مع اعجاب الناس اللي حواليك يا صابت يا خابت، بس ده ما يخليكش ان انت تخاف منه. لا، البرفان ده لو انت فعلا يوم فرحك، ده يوم فرحك انت مش يوم فرح يعني حد تاني، ده ليلتك الكبيرة انت. لو انت مقتنع بالبرفان ده وبتحب الستايل ده من الريحة، توكل على الله وحطه، وهتبقى راضي جدا عن نفسك. والمهم يوم فرحك ان انت اللي تكون مبسوط، لان ده يوم فرحك انت، وحط نفسك اولا. البرفان ده من البرفانات الجميلة جدا، وصدقني لما ترشها هيدي لك بوست اوف كونفيدنس، او هيزود ثقتك في نفسك بدرجة كبيرة، وهتحس فعلا يعني التستوستيرون ماشي في دمك كده لما انت بتحط البرفان ده. ومعانا البرفان رقم 1، وده في رأي المتواضع انسب برفان ممكن تحطه ليلة فرحك، او لو انت لابس بدلة ورايح فرح بشكل عام، هو برادا لوم انتنس. برادا لوم العادي ممكن تستخدمه لو فرحك في فصل الصيف، برادا لوم انتنس ممكن تستخدمه فرحك في فصل الشتاء او حتى في فصل الصيف. يعني هو البرفان هيبقى تقيل شوية، الانتنس هيبقى تقيل اكتر، بس بشكل عام هيبقى حاجة كويسة جدا. فلك حرية الاختيار، عايز البرادا لوم العادي يبقى فصل الصيف، عايز البرادا لوم انتنس يبقى فصل الشتاء او للاجواء المياله شويه للبرد. بس بشكل عام ايا كان جبت انهي برادا لوم، من افضل واحلى البرفانات الفخمه الراقيه النظيفه السيمبل الكلين اللي ممكن تجربها في حياتك على الاطلاق. يعني ده انا بقولها ورهان. برادا بصراحه ارفع لهم القبعه، بحترمهم جدا ان هم بيعملوا حاجه بالاحترافيه دي وبالجوده دي في الستايل ده من البرفانات. مفيش حد بينافسهم، لا نيش بقى ولا مش نيش ولا حاجه، برادا متربعه على العرش في الحته دي. فدي حاجه كويسه جدا منهم، برادا لوم انتنس ده اللي انا بنصحك بيه. لو انت مش عايز البرادا لوم انتنس وعايز حاجه اخف شويه، يبقى هات البرادا لوم العادي. ولكن البرفانين دول برفانات ممتازه جدا، اداؤه كويس جدا، الانتنس اداؤه افضل بكتير من العادي. فده اللي بيخليني انصحك ان انت تجيب الانتنس، هتاخد اداء افضل، هتاخد قيمه مقابل سعر احسن، هتاخد ريحه ذكوريه كويسه افضل بكتير من العادي، اقوى وانتنس فعلا من العادي. فده الحاجه اللي انا بنصحك بيها. بس كده، دي كانت الليستة بتاعة العرسان الجداد لو انت فرحك قريب ان شاء الله، ويعني ربنا يتمم لك بخير. فدي الحاجات اللي ممكن تحطها في اعتبارك. يا ريت الناس اللي يعني ليها رأي تاني في البرفانات دي، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وممكن اعمل يعني جزء تاني وحاجة يعني حاجة اكستنشن للبرفانات وممكن تستخدمها في ليلة الفرح، او لو انت رايح فرح حد من اصحابك يعني ممكن اعمل فيديوهات بعد كده. بس دول كانوا في حاليا يعني دول اللي كانوا في افكاري لافضل 5 برفانات ممكن تحطهم لو انت عريس جديد وعندك فرح قريب، او بتخطط لفرحك وعايز تجيب برفان مميز لليله الكبيره دي. فاتمنى ان هي تكون عجبتكم، مستني ارائكم في الكومنتات ونتناقش فيه.